الشخري أينما كنتم أهلا بكم في ميكرو سبور. من بعد فوز بولاية الثانية لرئاسة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يمثلنا الشارع بأسلوب المواطنين، شناهي المطالب اللي تبغوا توجهوها لرئيس الجامعة فوزي القجع؟ بقاو معنا بشو أجباز الناس. أول حاجة فوزي القجع نهار جا ولا الرئيس الجامعة كرة القدم ديال المغرب ولات الأمور تحسنات من ناحية البطولة ولات مزيانة، من ناحية المنتخب ولا كنشوفوا المنتخب غادي وكيتحسن. ثاني حاجة ولا داكشي ديال المشاكل ديال الصريخة وداكشي ديال هذا ديال داكشي ديال اللي كيستعملوا إمبراطوري ديالهم وداكشي كياخذوا الأموال ديال الدولة غير هكاك ولا داكشي مزيان ولا المهم المغرب غادي كيتحسن من ناحية كرة القدم وداكشي. إلا حاجة وحدة خصو مازال ينتبه ليها من قضية النواحي ديال الناحية ديال سميتو ديال الحكام، خصو الحكام هادوك خصو اللي يديروا لهم واحد التكوين باش يتحسن الوضعية ديال سميتو. وتاني حاجة الصالير ديال اللعابة داكشي خصو يشوف من حالهم حتى هما. المهم بعد من هذا جا داك السيد عاد ولات كتبان لي يعني هذاك كيبان لي منتخب ولا كيبان لي يعني أندية زوينة وزعما الله يعطيه الصحة. هادشي اللي نقول لك فعندنا كرة القدم المغربية فهي خصها تقدم وتطور ولكن كخ شوية الاحتراف، هذا هو المشكل وهذا هو اللي كنطلبوا منه. ما بالنسبه للتيرانات فان التيرانات موجوده الحمد لله، البنيه التحتيه موجوده، غير هو كان البطوله الوطنيه خاصها تطور وخصنا يكون عندنا واحد مدربين يكونوا في المستوى عالي ونتاهلوا ونكون عندنا البطوله في المستوى وغادي يكون عندنا سيلكسيون ان شاء الله. هو هما التيرانات اختي صلحوا يعاودوا يتقادوا من اللعب، ما الكره عندنا احنا الحمد لله احنا راه يعني راه وصلنا لواحد المستوى يعني الله لي تي، ولكن هو خصو يقاد التيرانات ولا ويقاد حتى شويه يعني حتى بالنسبه للعابه يتهلا في الناس اللي هما شويه ناقص عندهم السالير، وتنتمنى ليه التوفيق ان شاء الله. خاص تكون انديه يعني تكون انديه كثيره تفتح في وجه كل شيء، يعني خاصه ان دابا الان كتلقى كاينه انديه ماشي ما كايناش، ولكن واحد الفئه قليله اللي كتستافد من هذيك الخدمات اللي كتقدمها ماشي جميع المواطنين، في حين ان في خاصها تكون في متناول ديال اي واحد، اي شخص من حقه انه يزور الرياضه. قجع اول حاجه كان قجع نصنو يحارب الرشوه اللي كاين في المباريات، كيلعب في المباريات اول حاجه، وثاني حاجه تولي عندنا الصوت مسموع في الكره الافريقيه، وهذيك النقلة البازي تا هو يدخل في تا هو تكون عنده حيت هو ولا عضو في الكاب، يعني تا هو خاصو يتحدث تكون عنده سميتو صوت مسموع. وثاني حاجه التلاعب النتائج تكون حياديه، تكون مباراه شفافه اللي عنده فرز لي يربع المواتع. اذا مشاهدنا كيف ما شفتوا معنا فالكل قال ان فوزي القجع قدم مستوى جيد للكره المغربيه منذ تولي رئاسه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كما انه طالبوا منه انه يرفع اجره اللاعبين مش انهم يقدموا مستوى جيد، وايضا مطالب اخرى طلبوها من رئيس الجامعه الملكيه المغربيه فوزي القجع. لهنا مشاهدنا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده بحول الله، الى اللقاء.